مرحبا بكم يا أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المرة السابقة؟ كان رساما يسمى وائل شوقي. قد رسمنا منظر الطبيعة أولا، وبعد ذلك رسمنا حيوانا من تخيلنا، وكان ذلك ممتعا جدا، أليس كذلك؟ واليوم أيضا سأعرفكم على رسام جديد. إنها رسامة تدعى جاذبية سري، وكانت ترسم الشخصيات بطرق التعبير المتنوعة. واليوم أيضا أتطلع لمعرفة اللوحات التي تنتظرنا. هيا إذن، هل تريدون أن ندخل إلى لوحات جاذبية سري الآن مباشرة؟ إن جاذبية سري رسامة مصرية. يا ترى أين هنا؟ ربما هنا فصل في مدرسة، بحيث أننا نرى مدرسة وطالبات مرتديات زيا مدرسيا. ترى عما تتكلم الطفلة التي في اليمين وهي تنظر إلى المدرسة حاملة وردة في يديها؟ وهل المدرسة تقوم بفحص الواجب؟ أشعر بالشعور الجميل برؤية تعبير وجه المدرسة المبتسمة. وهذا شكل أسرة مرسومة. يا ترى عما تكلم الطفلان اللذان في الأمام؟ يبدو أن لديهما قلقاً كبيراً. الأم التي في الخلف تحمل الطفل، وأخوه الكبير الذي بجانبها يحمل طائراً. ألا تشعرون كأن الطائر والطفل يواجهان البعض ويتكلمان؟ واو، هذه اللوحة ألوانها زاهية جداً. انقسام اللوحة إلى هذه الأقسام جميل جداً. هل تستطيعون أن تخمنوا أين هنا؟ ركزوا على هذا الجزء وأنتم تنظرون إلى اللوحة. نعم، هناك سفينة عائمة على البحر، أليس كذلك؟ وفي الوراء أرى قطعة صغيرة تعبر عن بيوت تنعكس عن المياه. إنها جميلة جدا. وهذه اللوحة تعطي إحساسا مختلفا عن التي رأيناها قبل قليل. أشعر كأن قلبي يستنير حينما أرى اللوحة المليئة بألوان الوردية والأصفر والأخضر الفاتح. أشكال هندسية بسيطة مرسومة بشكل كبير، منها أشكال الدائرة والمثلث والمربع، ومرسوم فيها ناس. مع أن شكل الناس بسيط، إلا أنه ممتع جدا. ما رأيكم أن نرسم نحن أيضا اليوم بإحساس متشابه مع هذه اللوحة؟ هيا ننطلق. أرسم مجموعة من 5 من النساء الجالسات على الكراسي الطويلة التي في وسط اللوحة. الآن سأحدد الأماكن فقط، انظروا بعينكم فقط. سنرسم هنا الشجرة التي كان الرسام قد رسمها، وإضاءة الطرق هنا.
والآن سنرسم بشكل مفصل. Thank you.
وإذا انتهيتم من الرسم هيا نرسم بشكل غامق.
لا يجب أن ترسموا هكذا بالقلم. قد رسمت بشكل متشابه مع طريقة رسم الرسام، لذا اختلف شكل الناس الذي رسمته إلى الآن، أليس كذلك؟ ومن الآن لونوا بحرية بأنفسكم وبالألوان التي تريدونها. أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وأكملوا الرسم مع التخيل بحرية بينما تشاهدون هذه اللوحة. قد أكملت الرسم هكذا. لم يكن الرسام يرسم بالطريقة نفسها، ولكني قد رسمت القمر وسماء المساء. وكيف رسمتم أنتم يا أعزائي؟ نعم، كيف كانت المحاضرة اليوم؟ قد رسمنا المنظر والشخصيات كأننا لسنا جيدين بالرسم عمداً. الكثير من الأحيان الرسامون يرسمون كأنهم ليسوا جيدين بالرسم عمداً مثل هذا، لذا يا أصدقائي لا تشعروا بالعبء إن عليكم أن ترسموا بشكل جيد. نعم، إذن اليوم أيضاً استمتعت بوجودكم معي. هيا نتقابل في المرة القادمة. إلى اللقاء.